السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعاً يا المركز تاكو سجنتين هل كان يدخل صباح غينا وإيش عايتين دراما تي في إن هذا تنسى أرتان وحنود يا جروب الناس ولوين تصفح فلع عبد المالك شيخ موسى عضان ومدسنا دي أبارك وحدنا حفصية متكم حفصية تشوري دي سلماء الله وما حفصية كمان ديارة إن سلوين تساك الله سمعنا وفرحات يا دماشاد مشهد الله قيب سمع يصفر حد عبد المالك شيخ موسى عضان ودهانا مقالة برعاية تروح سوي لغة دريبيا إن سوي لغة دريبيا سلوين تا شيخ موسى عبد المالك عضان شيخ عبد المالك شيخ موسى عضان مر بيو حول رغب الدنيا في قيتا هل كاس وانك روح تجد الله وانكو قابل دورا بلشوية قيبه لكرة دورا وسؤال تأويني دلك يا إسكالي وسؤال تأويني دلك يا إسكالي Thank you.
دابعة تعلين تالي دلقا إيا بيرا كايا مدو تابو دقالها دركنا يالي دقالا دركنا يالي كندتشي يا بونتو تدكو كافلحانو تابع تعليم تالي وحنا دي دي كم هذا ليا سودا وين تاع هل كان يقول سودا ويسن سودا وين تاس أو مقال كذا كتر تميو إنت أي لك تاي هير كأي لك تاي درجة داي تاي آدي آد بعد يقول يدك ما دعري ليا قيبها كلا دوان يا برشة ده مجال ده برعه وأنا هل كان كم جاها بكرين مد مد قف قف يا دين دين عيا يا دهيت دكتور هير برعه أيها هل كان يقول سودا وين أيوة ما تنتين لما أنت ما أيها وضد النهر تينا لا يقو قاضي قاري أنا جو كتير نضي سن وحان صون نقضي أنا جو قعمها تاجي مان قاري بان صارنا وان حدنا كل جيبان اللي وتي ما أنت أنا وحوي الرهب العودن بيسو بعد وأقول حق ربك مركي يقول دم بيسي مقالة برعو أنسين نبضة كوم دحمرو وأن دي حسوسين يا وحي هاي صد حياته منكي بشي لبي يطبناد لبضة كوني يتضبي يطبنك مركي هاسا يقول دم بيسي سنين نبضة كوم دحمرو ما أنت أنا كو حكتا وهاي تاي بشو كوب يطبنك بشي اللي حال لبضة كوني الله باكي فضلي قانا الله بالي يا هل قبل نلغى الحريه احذفه يا تعال بادي جو قيدين حبسي بادي جو قيدين ان مده كجري حبسي هو حن كلا سو بخي فايدوين فايدوين هذا بلارن وانا دي شيخ دونن كلا سو وانا دري فايدوين كان كلا سو بخي انت ايدان اوغينا وانا دي شيخ دونا مركا حبسي كما ان سو خسارين فايدوين بان كلا سو بخي فائدوين كوغير اي ان كلا سو بخي ان ان دغانا اي ددكو كا فايديسان دونان كو دخل فيتشالك انت اوغير وايتاس عادل بعد شيء قضى شيء عادل عبد المالك شيخ مسعود دون عادل وحن نغو بخيي انو عداله سميو انو عداله كو دقو غيركي ايا نغو بخيي عادل شيء غينا ولا دقه وعداله كانوا دون ان ايوا عداله ما انت وما لي فرح هذه وحان يدي كولا دردار ميا رير برعو رير توغدين وحان يدي كولا دردار ميا احد اما قف لحدينا يان لو ظلمي ان شاء الله بالله هذه قف كاين لو غلانه لحد لو دحدنا لو ظلمو بري كما نادي كو منيس اينو غرب سيسينو اينو دمانتين اينو أي حق قرب سينا قفك يا قبيل كيسة يا مدب كيسة يا عدو يا هاي هو يجني هو قفك حق ما كنت أجي مسك ما تاجنا قفك ما لا دول مسك الله ما دول من ولقين أي دمانتن قفك إن جمدا أي نحن هاي قرب سينا هذي أي قرب سين وينو بري وحوي أدي قوي هذي ما أنت أنا أدي قهين ما بري بعته يا حي قوي هذا حي هذا حي waxaan u mahadcelinayaa waxaad halkan ku jooga sidaad u soo baxdeen waxaad tihiin dadkii intii aan xidhnaa garabka isiinayay mid duceeya mid wax qora mid si uu igu heeliya maalintii aan ka soo baxay ee shara jooga laygu wareystay waa aniga ereyni wixii igu dhacay u qaadi maayo cidna
kula xisaabtami maayo sidana laygu sameeyey oo waan kugula xisaabtamayaa ama xoraad baan kugu samaynayaa ama waxa weeye waan kaa argoosanayaa waxa weeye boga waan xidhay waxaanan furay bog cusub cutub cusub oo ka bilaabmaya taariikhdii aan soo baxay wixii waxaa ka dambeeya ayuun baynu ku xisaabtamaynaa aynu dhammaanteen tala iyo toosi ku yeelayno micneheedu waxa weeye aamusimayno ka aamusimayno xaqa ka aamusimayno weligay ka aamusimayno xaqii ka aamusimayno se waxa weeye inihii wixii dhacay ku xisaabtami mayno qaabisay iyo dadkay sabaablay mar labaad jazaakum ullahu khayr waxaynu yeelan doonaa munaasabado iyo madalo kale magaaladeedii baan imeedi ka tegi maaye magaaladeedii baan idin ka tegi maaye munaasabado iyo goobo kale oo aynu isku xog wareysanno ayaa jiraya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu cabdimaali muuse cabdoo kadib markuu hadal u jeediyey bulshadii soo dhaweysay haatana waxa uu sisoxoodinaya magaalada halkaasna waxaa ku soo ilaanaysa maanta soo dhaweyntii ballaadnayd ee reer bucay u sameynaya samafalee cabdimaalik sheekh muuse cabdoon saxaafiga uga soo kicitimay magaalada hargeysa ayaa ah haatan saacadda 11 ku dhow waxa uu soo gaaray goobtii dadka ay ku soo dhaweynayeen haatana dhinaca burcaayo loo sii dhaqaaqay intaana waxa ku soo dhaweynaya barnaamijki gaarka ahaa aynu ka soo diyaarinay soo dhaweynta samafalee sheekh cabdimaalik sheekh muuse cabdoon taliyinta barnaamijka la mid ah aynu ku lugano gudahaba bahda ah intaas ku dhigan idin leh isma dhaafno wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu وسؤال تأويني ذلك يا إسكالي وسؤال تأويني ذلك يا إسكالي